شلون شفت التظاهرات اليوم؟ شلون شفت الاحتفال والفرح العراقي؟ أكيد بالتأكيد بالتأكيد أستاذ نجم، عيد كبير، التظاهرات إعلان الانتصار الحقيقي على الطائفية وعلى الفساد وعلى طغمة الفساد التي أدت إلى هذا الفشل الكبير. هؤلاء الشباب والمواطنين العراقيين اليوم يعكسون إصرارهم وإرادتهم على التغيير والإصلاح من أجل مستقبل أفضل. هؤلاء هم صناع الحياة وصناع المستقبل بعد أن خذلهم السياسيون وبعد أن يعني سرقوا مقدراتهم وتحكموا بمصيرهم لفترة طويلة. أعتقد أن وجود الشباب اليوم وهذا الإصرار الكبير طوال هذه الأيام إعلان كبير للانتصار العراقي على هذه الطغمة الفاسدة الفاشلة التي سرقت مقدرات البلد. أعتقد أننا نعيش اليوم لحظات تاريخية وكبيرة تسجل باسم وبصمة دم هؤلاء الشباب. هذا الإصرار الكبير الذي بعث فينا الأمل مرة أخرى وأكد للعالم أجمع أن العراقيين قادرون على أن يستعيدون مستقبلهم مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات. أنا أشكرك أستاذ باسم وشكرا لوجودك.